صف ثاني إعدادي مسائي، درس النهاردة متوسطات المثلث. بص يا شباب، نعمل الأول شير للوايت بورد. أول حاجة بس هشرح لكم النظرية، وبعد كده إيه هنعمل شير لكذا صورة أنا أخدها. إيه هي؟ إحنا خدنا المرة اللي فاتت متوسط المثلثات، صح؟ ماشي، وليكن ألف ب جيم. فبيقول، طب استنى كده، اللي المفروض بيفتح، مش عارفة أتأخر ليه. بيقول لو عندي مثلث قائم الزاوية، هنرسم كده اهو مثلث قائم الزاوية ألف ألف ب جيم، تمام؟ طيب، ونزلنا من هنا متوسط، فبيقول إن المتوسط ده هيقسم الوتر، يعني ب د ده هيبقى نص الألف جيم. ماشي ماشي يا مستمعي. ماشي، ناخد أول حاجة مثال عليها. بيقول في المثلث أ ب ج قائم الزاوية ب ود منتصف أ ج، وكان أ ج ب 10، يبقى الد ب هيبقى بكام؟ بنص الوتر، هيبقى بكام؟ بخمسة. ماشي ماشي، ده البهيمس. دال ب او ب دال بخمسة. تمام. ماشي طيب، تعالوا بقى نشوف اول مثال معانا. تعالوا نشوف ده بيقول ايه. الف ب ج د ده شكل رباعي فيه ايه؟ فيه قياس زاوية أ ب ج ب 90 درجة، تمام؟ طيب، وأ ج تساوي ج د، أ ج تساوي ايه؟ ج د، ماشي، وه منتصف أ ج، والواو منتصف أ د، بحيث ه واو توازي ج د. عايز ايه؟ عايز يثبت إن ب ه ب ه تساوي ه واو. ماشي، واحدة 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 واحدة، هنشوف مع بعض. أول حاجة، مش ده شكل رباعي وفيه قياس زاوية أ ب ج ب 90 درجة، أيوة. واله متوسط في منتصف أ ب ج. أستنتج من ده إيه يا شباب؟ إن هتبقى هنا عند الناحية دي تبقى 90 نص، والنص التاني 90، مس استنتج يا مس ان 45 ان 45. بقى هي مس متوسط، ايه؟ ان بقى هي ايوه مس متوسط. بالظبط كده، استنتج ما دام اله في المنتصف والمثلث قائم الزاوية في ب، استنتج ان الب ه متوسط، فبالتالي الب ه هتساوي كام من الف جيم؟ أربعة هتساوي 45. طول ب اله، طول ب ه، طول نص بالظبط بتساوي نصه، تمام؟ يبقى أول حاجة هنقول المثلث أ ب ج قائم الزاوية والهاء في منتصف أ ج، هستنتج إن ال ب ه ده نص الألف ج، تمام؟ وصلنا لدي؟ تمام ولا إيه؟ إسراء معايا؟ تمام. ماشي، يبقى أنا كده وصلت لإيه؟ إن ال ب ه بتساوي نص الألف جيم. طيب، تاني حاجة إيه؟ امسح دي بقى، امسح دي. بيقول إن الواو منتصف ألف دال،
وكان قايل ان اله منتصف الف جيم. طيب وه واو بتوازي جيم دال، استنتج من دي ايه يا شباب؟ نعم يا مس. استنتج من دي ايه؟ ان اله في منتصف الف جيم والواو في منتصف الف دال، والهي واو بتوازي جيم دال، استنتج من ده ايه؟ معايا مازن؟ معايا شباب ولا ايه؟ ايه مس، طيب استنتج ايه؟ قلنا الهاء في منتصف الف جيم والواو في منتصف الف دال، والهاء واو بتوازي جيم دال، استنتج من ده ايه؟ استنتج برضو ان الهاء واو نص جيم دال، لان كان فيه نظرية خدناها في السابق، وليكن مثلا ده مثلث ألف ب ج، لو الواو في منتصف ألف ب والهاء في منتصف ألف ج، وجه جبنا القطع المستقيمة واو ه بتوازي ب ج، يبقى دي نص دي. تمام تمام ماشي، تعالي بقى نمسح دي. تمام يبقى هنقول، يبقى احنا كده توصلنا لايه؟ ان الهاء واو بتساوي نص جيم دال. حلو الكلام لحد هنا؟ حلو يا طيب هو جايب لنا ان الالف جيم بتساوي جيم دال، هو جايب لنا الالف جيم بتساوي جيم دال، اقدر استفيد بيها؟ استفيد بيها بايه؟ مش متأكدة أوي، بس تقريبا يعني هنجمعهم مع بعض. هنبدل، بص مش هنا، يبقى ال ب ه بتساوي، ممكن اشيل الالف جيم واحط مكانها دي، مش احنا توصلنا ان ال ب ه بتساوي نص الف جيم؟ صح، ايه صح، مش دي ايه اتوصلنا لها في الاول عشان ال ب ه ايوه متوسط. طيب هنشيل الالف جيم دي ونحط مكانها جيم دال، يبقى ال ب ه بتساوي نص جيم دال. طيب اله واو بتساوي نص جيم دال، والب ه بتساوي نص جيم دال، مش يبقى اله واو بتساوي ب ه، وده المطلوب صح؟ ما سمعش انا طول. حاضر، من الاول خالص قلنا ان المثلث ا ب ج قائم الزاويه في ب. طيب واله منتصف ا ج، انا هستفاد ايه؟ هستفاد ان كده ب ه متوسط. طيب ما دام متوسط هيعمل ايه؟ يبقى ال ب ه بيساوي نص ا ج. صح حصل يا حبيبه؟ طيب يبقى احنا ايوه توصلنا ان ال ب ه بيساوي نص ا ج، صح؟ صح طيب وهو هنا جايب لنا ان الالف جيم بتساوي جيم دال، صح؟ صح هشيل الالف جيم دي واحط مكانها جيم دال، يبقى ب ه بيساوي نص جيم دال. تمام تمام. طيب وهنا عندنا اله في منتصف الف جيم اه، والواو في منتصف الف دال، وبيقول ان القطعة المستقيمة ه واو بتوازي القطعة المستقيمة جيم دال، إذن اله واو بتساوي نص جيم دال. ماشي ماشي يا مس. ولا ايه ده تاني؟ لا تمام يبقى اله واو بيساوي نص جيم دال. طيب الب ه بتساوي نص جيم دال، واله واو بتساوي نص برضو جيم دال، يبقى هستنتج ايه؟ هستنتج ان الب ه بتساوي ه واو، وشكرا. صح؟ صح أيوه مازين معايا؟ ايوه قول لي اللي انا قلته. ان نص الباء هاء ماشي،
ان يمس الباء هاء بتساوي يمس نص الهاء واو، عشان يمس الف جيم ان باء هاء بتساوي الف جيم يمس، ب ه بتساوي ألف جيم إزاي؟ استنى بس استنى ب بالراحة، هاء تساوي نص الف جيم يمس، جبتها منين؟ و جبتها منين يا مازن؟ جبتها منين؟ ان جبتها منين؟ يمس امشي. ان يمس باء هاء متوسط قسم الضلع الف جيم نصين متساويين. يبقى ب ه بتساوي النبي بس بتساوي نص ألف جيم. تمام، أدي أول خطوة. طيب وهو جايب لنا إن الألف جيم بيساوي جيم دال، يبقى شيل الالف جيم بتاعك. ما ها إن يا مس ألف جيم هتساوي جيم دال، فنص الجيم دال هتساوي يا مس باء هاء، وبإن وهاء والضلع هاء واو يمس في حالة توازي مع الضلع ده الجيم، فيستوي نص يمس، فهما اتنين يبقوا متساويين. ماشي ماشي ماشي. اسراء معايا؟ ايوه فاهمة حاجة؟ فهمتها. طب قولي بقى كده اللي انت فاهماه، تمام، يعني حاولي اللي هي حاولي. واحدة واحدة. زاوية ألف مثل جي تاني؟ ألف باء جام بتساوي 90، لأن باءها تمام. بتكون متوسطة. وبعدين ف هستنتج منه ايه؟ هيبقى الب ه بيساوي إن باءها بتساوي نص ألف جي. تمام. طيب هو جايب لنا فألف ان جيم الالف جيم، هو جايب لنا ان الالف جيم بيساوي جيم دال. تبقى ألف جيم تساوي جيم دال، يبقى الب ه بتساوي ايه؟ نص جيم دال. ماشي، ايه نيجي بقى تاني؟ للمثلث التاني. اله في إيه الهاء المنتصف. يكون الهاء تكون في منتصف ألف جيم، وهاء واو وجيم دال. ماشي، وبعدين وواو منتصف ألف دال، صح؟ يبقى كده هتبقى هاء واو، وهتبقى نص ألف، نص جيم دال. تمام. مس نعم نعم يا حبيبة. حضرتك كنت بتنادي عليا لأن النت كان معلق وما كنتش لا سامعة يا على طول. حبيبتي، لا تمام. احنا لسه في نفس المسألة. طيب يبقى كده احنا يبقى ال ب ه بتساوي نص جيم د، وال ه واو بتساوي نص جيم د، اذا ال ب ه بتساوي جيم د. طيب بص يا شباب، في ملحوظات عاوزة اقول لكم عليها في الايه، في كتابة البرهان، قلتها لكم المرة اللي فاتت. تمام. لما نيجي نشتغل في رسمة زي ديت، الرسمة ديت في مثلثين صح؟ فلما نيجي نشتغل لازم نبقى محددين المثلث اللي احنا شغالين عليه. يعني أول حاجة هنقول فيه المثلث ألف ب ج، ونقول إيه؟ ونقول إيه بقى؟ أي حاجة فيه اللي احنا عاوزينها، قياس زاوية ب بتساوي 90 درجة، واله منتصف، منتصف ألف ج، إذا ال ب ه متوسط، وهكذا. بس لازم نبقى محددين المثلث اللي احنا شغالين فيه. خلاص، لما نخلص شغلنا في المثلث ده وننقل على المثلث الثاني اللي هو ألف جيم دال، يبقى برضو نفس الكلام، وبالمثل في المثلث وعلامة المثلث. ما حدش يكتب لي مثلث ميم سه لام سه، لا. ماشي، في المثلث ألف جيم دال في ه منتصف ألف جيم، والواو منتصف ألف دال، إذن اله واو بتساوي نص جيم دال. ماشي، دي أول ملحوظة. تاني ملحوظة إيه؟ لما تيجوا تكتبوا بما أن، بما أن بتكتب إزاي؟ بما ان النقطة تحت. النقطة تحت زي حرف الباء بالظبط. ماشي، طب وإذا شبه حرف النون بالظبط، أهي النون فوق. تمام، يبقى بما أن زي حرف الباء، النقطة اللي تحت، وإذا النقطة فوق زي النون. تمام، لأن في ناس بتكتب لي بما أن وتكمل، لا ما حدش يكتب لي المنظر ده، احنا مش بنكتب موضوع تعبير، احنا بنكتب برهان. تالت ملحوظة عاوزة أقولها، لما يبقى في ضلعين متساويين هقول إيه؟ هقول مثلا الألف
ب يساوي ب ج من غير قطعة مستقيمة، من غير العلامة دي. لو كتبت العلامة دي يبقى لازم أكتب قبلها كلمة طول. طب وعلى إيه؟ أشيل كلمة طول أهي، وأشيل إيه العلامة إيه؟ قطعة مستقيمة. ماشي؟ يبقى في الطول لما أجي أساوي ضلعين في الطول يبقى الألف ب بيساوي ب ج، وشكرا. طيب في بقى دي علامة ايه اللي يساوي. طيب في علامة التوازي، في علامة التوازي لازم ابقى محدد، ابقى محدد اذا كانت القطعة مستقيمة ولا شعاع. يعني لما اقول مثلا ه واو، لازم اقول القطعة المستقيمة ه واو توازي مثلا الشعاع ب ج، هنا ابقى محدد. اتفقنا شباب؟ اتفقنا يا مسعود. الحاجات دي فني، الحاجات دي فنيات، حاجات بسيطة بس بتفرق في شكل البرهان. ماشي؟ ماشي يا مس. النهاردة إن شاء الله هديك واجب يبقى فيه كذا برهان عشان تتعودوا على كتابته، عشان إن شاء الله في الاختبار هيبقى فيه برهان، فلازم تبقوا متعودين على كتابته. تمام؟ تمام ماشي. وانا كده خلصنا لأ لسه، خلصنا مين؟ خلاص. ده لسه، لسه الموضوع طويل. بقول فكروني في الواجب. لأ لسه، عايزة تخلصي يا حبيبة وتسيبيني يا حبيبة؟ لا يا ميس، لا تفطر. لا انا بس افتكرت الملحوظات دي فقلت اقولها لك. يلا تمام تعالوا بقى نقرا هو كاتب البرهان ازاي. اهو اول حاجه محدد، بيقول في المثلث ا ب ج فيه ايه؟ فيه قياس زاويه ا ب ج ب 90 درجه، والب ه متوسط. هو قصده يقول يعني ان الهاء في المنتصف يبقى ده متوسط. ماشي، اذا ايه يا عم الحاج؟ ب ه بيساوي نص ا ج. طيب وبما ان الالف جيم بيساوي جيم دال، اذا الب ه بتساوي نص جيم دال. خلاص كده خلص شغله في في المثلث الاولاني. نيجي بقى للمثلث الثاني. في المثلث الف جيم دال، بما ان اله منتصف الف جيم و الدال ولا دي الواو منتصف الف دال و ه واو توازي جيم دال، يبقى اله واو بتساوي نص جيم دال. من واحد واثنين هيستنتج ان ال ب ه بتساوي ه واو. تمام؟ في حاجه تمام. صعبه، في حاجه صعبه لحد دلوقتي؟ لا يا مس. ماشي، نجيب شير للصفحه الثانيه. طيب تعالوا بقى ناخد عكس النظريه. مش احنا قلنا النظريه الاولانيه كانت عباره عن ايه؟ لو في مثلث قائم الزاويه اهو ونزل من الراس دي متوسط، الضلع ده هيساوي نص الوتر، صح؟ طيب عكس النظريه بقى بيقول ايه؟ لو في مثلث، اذا كان طول مثلث، طول متوسط المثلث المرسوم من احد رؤوسه يساوي نص طول الضلع المقابل لهذا الراس، فإن زاوية هذه الرأس تكون قائمة. يعني إيه؟ يعني لو في متوسط اترسم والمتوسط ده طلع نص طول الضلع المقابل، يبقى الزاوية دي قائمة ب 90 درجة. تمام؟ تمام. ماشي، تعالوا نشوف مثال. يلا بيقول ايه؟ اذا كان في الشكل، اذا كان ال ب د متوسط في المثلث ا ب ج و ب د بيساوي 3 سنتي والالف ج بيساوي 6 سنتي، يبقى يعني ايه؟ ال ب د ده متوسط وال ب د بيساوي نص ا ج، انا استنتج ايه؟ استنتج ان زاويه ب بتساوي 90 درجه. تمام؟ ايه ما ازاي؟ بيقول لو المتوسط اللي هو ب د بيساوي نص الوتر، يعني ب د بيساوي نص الف ج، يبقى الزاويه قائمه. صح. صح؟ ماشي. مازين يلا اشتغل معايا المثال ده.
حاضر يا مس، يلا تمام يا مس، اشتغل مع حضرتك. تمام يا مس، يلا اقرا. ماشي يا مس، تمام يا مس. في الشكل المقابل، ألف دال باء، مثلث قائم زاوية في دال، وها تصف ألف باء، تمام. تصف ألف باء، تمام يا مس. وجيم، وجيم ها تساوي دال ها. أثبت أن كرة زاوية ألف جيم باء تساوي 90 درجة. تمام يا مس، واحدة واحدة، هنشتغل فين؟ رهف، أنت دخلت يا رهف؟ والله ما سمعتش، ما كانش في نت. طيب يا رهف، بصي درس النهاردة عبارة عن إيه؟ هقول لك في السريع يعني إيه الموجز. لو عندنا مثلث قائم الزاوية، قائم الزاوية في ب، ماشي؟ طيب، ونزل من الب متوسط، يبقى المتوسط ده هيعمل ايه؟ هنقول ان الب دال، ب دال المتوسط ده نص الالف جيم. الب دال بيساوي نص الف جيم، ماشي تمام يا رهف؟ تمام ماشي. طيب في حاجة برضو، لو المثلث ده، ده مثلث انا مش عارفة نوعه ايه، بس بيقول ان رسمنا فيه متوسط اهو. المتوسط ده، المتوسط ده لقينا ان طوله نص الوتر، يبقى انا كده هستنتج ايه؟ هستنتج ان قياس زاوية ب ب 90 درجة. كده يعني ده مثلث قائم. تمام ماشي ماشي، تمام احنا حلينا مثال سابق وده تاني مثال، حاولي تفهمي معايا. فهمتي؟ تمام. ما فهمتوش انا هعيدهولك تاني لحد ما تفهمي. يلا ميزو، نعم يا مس، اول حاجة هتشتغل في انهي مثلث؟ اشتغل يا مس في المثلث ألف جيم هاء. الف جيم هاء. أيمس، مش احنا بنختار المثلث يكون قائم الزاوية؟ أيمس، تمام. مثلث ألف، ألف دال باء، تمام يلا. ألف دال باء في إيه؟ هي مش متوسط. متوسط. تمام، عرفت منين إن هو متوسط؟ مش ان هو، ان هو شرطين خرج، لل... خرج من أيوه الزاوية القائمة، أيوه وبينصف الوتر. والهاء في المنتصف، والهاء في المنتصف. تمام، يبقى بس هتقول نعم وانت في انا سؤال في المثال رقم 2، شايفة؟ نعم. نعم يا حنين، لا انا نعم يا إسراء. حبيبي، هو انا هعرف ازاي لا حبيبة مثل 200 مثلث اعرف. احنا بنشتغل على المثلث قائم الزاوية، ماشي؟ طيب بنختار ايه اللي هنشتغل فيه؟ اللي فيه معطيات كتيرة، اللي فيه معطيات كتيرة، والمثلث اللي فيه المطلوب اكيد مش هنبدأ بيه. سامعني حبيبة؟ صوتك بيقطع. راحت حبيبة، حبيبة النت يا تندور تمام. يلا يا ميزو، احنا قلنا في المثلث ايه؟ مس ايه يا حبيبة؟ سامعاني؟ طب انتي سامعاني؟ خرجت. طيب معلش يا ميزو، كمل تمام يا مس، كده كمل. مس احنا وصلنا ان الدال ه متوسط في الف ب. يا مس، تمام، بس وبعدين؟ نعم يا حبيبة، كنت بقول يا بس انا هعرف منين ان نعمل فيها مثلثات كتير. هقول لك. بصي يا ستي، المطلوب ايه؟ المطلوب قياس زاوية ألف جيم ب، صح؟ يبقى المثلث صح اللي فيه الزاوية المطلوبة ده مش ده اللي هنبدأ فيه، مش اللي هنبدأ فيه. طيب أمال احنا هنبدأ بمين؟ هنبدأ باللي فيه معطيات، هنبدأ باللي فيه معطيات. طبعا طبعا احنا بنختار مثلث قائم الزاوية،
فين المثلث اللي هنا القائم بالزاوية؟ ده الحبال، ايه؟ ده الحبال. ألف دال ب. لا يا سامعني؟ مس، مش المفروض يا مس يبقى دال هاء باء؟ دال هاء باء. لا، الزاوية دال كلها هي اللي قايمة، الزاوية دال كلها هي اللي قايمة، فبالتالي المثلث اللي هنشتغل عليه ألف دال ب. ماشي ماشي ماشي، يلا يا ميزو، معلش يا ميزو، معلش يعني مقاطعة. دال ه توصلنا ان هو متوسط، فبالتالي دال ه هيبقى ايه؟ بالترامز ده اللي هيبقى مس متوسط كده، ماشي، الدال ه مس هو خلاص ذكرنا في توصل. المعطيات، مس هو ذكرنا في المعطيات ان جيم ها تساوي دال ها، ولو ايوه هي مس وهما الاتنين كده متساويين في الطول، جدع. وهنلاقي مس ان جيم ها برضه، جيم ها برضه بينص على مس الف باء، الله ينور عليك. ها هما ان انا يا مس فعلا هيبقى متساويين في الطول، هيبقى يعتبر الف جيم ها منتصف يا مس الف باء، ف جيم ها هيساوي نصفه، تمام ودي من خواص المتوسط يا مس. تمام يبقى هنتوصل لإيه؟ ان إن يا مس القياس زاوية ألف جيم ب بتسعين درجة. يا مس حلو، جدع يا ميزو، شاطر. إسراء معايا؟ ميس انا راح اللي بتتكلم ميس حضرتك سامعني؟ آه سامعاك يا رب. انا مش فاهمة السؤال ده. ماشي حاضر. إسراء أنت موجودة؟ زميلك قال لك ايه او ايه اللي فهمتيه من المساله؟ هو بصراحة ما فهمتهاش أوي، تمام حبيبه، فهمتي؟ يعني فهمت وما فهمتش. طيب خلاص اشرح. اول حاجه بنشوف فين المثلث اللي فيه معطيات كتيره او فيه معطيات، ماشي؟ طيب والمطلوب ايه؟ المطلوب قياس زاويه ا ج ب، يبقى احنا اكيد مش هنشتغل على المثلث ا ج ب. طيب في مثلث ايه قائم الزاوية ده اللي هنبتدي شغل فيه؟ والله عندنا أ د ب، مثلث قائم الزاوية في د. طيب وه منتصف أ ب، يبقى أنا كده أستفاد ايه؟ أستفاد إن الد ه متوسط، صح؟ طيب لما يبقى الد ه متوسط يبقى أقدر أقول إن الد ه بيساوي نص أ ب؟ ألف ب أقدر أقول كده؟ أيوة صح تمام. أيوة طيب هو جايب لنا هنا في المعطيات ان الجيم ه بتساوي د ه، صح؟ صح يعني اقدر اشيل الدال ه دي واكتب المعطى اللي هو جايبه لنا اللي هو الجيم ه بيساوي نص أ ب. طيب هو هنا يبقى كده الجيم ه ده نص الضلع المقابل، نص الألف ب، يبقى قياس زاوية جيم بكام؟ ب90 درجة. هنعرف فيها بكام؟ ما هي دي عكس النظرية، دي عكس النظرية اللي احنا لسه شارحينها. ما هي النظرية اهي، لو في متوسط في المثلث، يعني ايه متوسط؟ يعني في قطعة مستقيمة طالعة من رأس أحد المثلثات، المتوسط ده نص الضلع المقابل، إذا الزاوية دي بتبقى قايمة. وهنا نفس الحكاية، الجيم هي نص الألف ب، إذا قياس زاوية الجيم ب90 درجة. تمام يا مس. كل فهم؟ ميسو ثانية، هو أنا كنت عايزة أفتكر نظرية جوز غورس كانت إيش شوية. فيثاغورس. هقول لك فيثاغورس. فيثاغورس اهو أ ب ج، كان بيقول ايه الحاج فيثاغورس؟ ان الألف ج تربيع بيساوي أ ب تربيع زائد ب ج تربيع، يعني الوتر مربع الوتر بيساوي مجموع مربع الضلعين التانيين. يعني لما كنا بنعوز نجيب ألف جيم لوحدها كنا بنجيب ازاي ألف جيم؟ بنجيب الجذر التربيعي ألف ب تربيع زائد ب جيم تربيع، تمام؟ طيب لو كنا عاوزين ألف ب لوحدها كنا بنجيبها ازاي؟ ألف إيش؟ ألف ب، ألف ب الضلع ألف ب كنا بنجيبه ازاي من فيثاغورس؟
هو انا مش فاكراها قوي صراحة. يبقى ألف ب بيساوي الجذر التربيع لمربع الوتر ناقص مربع الضلع الثاني. هيساوي ايه؟ ألف ب تمام. هكتبها لك عشان تبقي شايفاها برضه. هنقول إن الألف ب بيساوي الجذر التربيع لألف جيم تربيع ناقص ب جيم تربيع. تمام خلاص تمام. تمام نشوف اللي بعده، نشوف هو بقى حل البرهان ازاي. بيقول في المثلث أ د، محدد المثلث اللي احنا هنشتغل فيه، فيه ايه؟ بما ان قياس زاوية أ د ب ب 90 درجة والدال ه متوسط، اذا د ه بيساوي نص أ ب. تمام؟ ولكن الجيم مثل احنا لو نكتب ولكن ممكن نكتب ولكن، ولكن مش متحرك بيقطع. ايوه يا مسو بيقطع. ماشي. الجيم هي بتساوي، او ممكن تقولي ميس كده كويس، مس كده كويس. كده تمام. نعم سامعني ايوه هيك قلت كده، قلتي بقى الصوت تمام كان كده. بيقطع. ممكن بدل ما اقول كلمة ولكن اقول بما ان تساوي د ه، اذا ج ه بيساوي نص أ ب. تمام تمام. جماعة سامعني؟ ايوه يا مس تمام. ماشي ايوه طيب. وبعدين هيرجع بقى يشتغل في المثلث الثاني. في المثلث أ ج ب فيه ايه دلوقتي اللي احنا عندنا ج ه بيساوي نص أ ب اللي هو نص الوتر، إذا قياس زاوية أ ج ب ب 90 درجة. ميس، هو انتوا فين؟ تحت خالص صح؟ اللي هو اذا القلب كده ميس تمام؟ تحت. بصل الحل، كده إيه؟ انا بصل المثلثات عادي ولا انا بص في الحل؟ لا عادي، بس أهم حاجة إحنا بنبص على البرهان ليه؟ عشان نشوف مكتوب إزاي. تمام. ماشي؟ وحاجة برضو ملحوظة، لما تيجوا تكتبوا قياس الزاوية أ د ب ماشي، ممكن تتكتب كده أو ممكن نشيل رمز الزاوية ده ونحطه فوق الرمز اللي في النص، يعني هنا أهو. دي ده برضو شوف اني عامل ممكن تكتب، ممكن يتكتب رمز الزاوية كده أهو أو كده أهو. ماشي ميس، نعم. وانا صراحة كده في البرهان يعني مش كويسة اوي، ليه؟ يعني مش مفهومة اوي صراحة. طب انت فهمتي الشرح اللي انا قلته للمسألة؟ طب ايه رأيك تعديه؟ انا مسألة يمس المسألة اللي احنا لسه قايلينها اللي هي اللي قوليها فوق كده، دي اللي ظاهرة قدامك. تمام، اللي هي المسألة رقم 2 دي. ثانية ألف دال ب مثلث زاوية جيم ب ها كنا بنعمل ايه؟ ثانية يا مس، هو أول خطوة كانت إيه؟ هنشتغل في المثلث أ د ب. كنا هنشوف أنه المتوسطات إيه صح؟ هنقول ان في هيكون المثلث الألف ها إيه؟ هيكون ألف دال، ألف دال متوسط وجيم هاء، جيم هاء استنى تكون بس، صلى على النبي صلى على النبي. المتوسط مين؟ متوسطة ده ألف دال، ده ضلع ثانية معلش، المثلث، ده الهاء، والهاء ده جيم هاء الهاء متوسط. متوسط بيقطع ألف وباء نصين. تمام، يعني تقولي ده الهاء بيساوي نص ألف ب، ده اللي بيساوي، هو مش برضو نص ألف ب. الجيم، يعني الجيم هاء والدال هاء تنفع ان هي تكون يعني تكون نص الألف باء؟
ما هو ماشي، ما خطوة خطوة، حاجة بتوصل لحاجة، اوكي حاجة بتوصل لحاجة. أول حاجة إحنا بنثبت إن الدال هي نص ألف ب، تمام. طيب وهو هنا جايب لنا في المعطيات إن الدال هي بيساوي الجيم هي، يبقى برضو زي ما الدال هي بتساوي نص الألف ب، يبقى الجيم هي بيساوي برضو نص الألف ب. طيب ما دام الضلع ده بيساوي، ما دام المتوسط ده بيساوي نص الضلع المقابل، يبقى الزاوية اللي نازل منها المتوسط دي قائمة الزاوية. خلاص؟ طيب نشوف تمام اللي يا مس. بعده. مس هو الشرمش. حاضر، بكل الصورة اللي عليها الدور. لا انا فكرت تسمي عندنا بس. طيب في نتيجة بقى حلوة وهنستخدمها كتير. بتقول ايه النتيجة دي؟ طول الضلع المقابل لزاوية قياسها 30 درجة في المثلث قائم الزاوية بيساوي نص طول الوتر. افتكروها دي كويس، هتاخدوها كمان السنة الجاية، هتحلوا بيها مسائل. لو عندنا مثلث اهو قائم الزاوية أ ب ج، ده قائم الزاوية وج ب 30 درجة، هستنتج من ده ايه؟ ان الألف ب ده نص الوتر، نص ألف ج، طب ونص برضه، بس تمام. هيبقى نص، هيبقى نص باقي جيم برضه ولا ألف جيم بس؟ ألف ب بيساوي نص ألف جيم، ونص مش باقي جيم برضه ولا؟ لا احنا بنتكلم دلوقتي في حاجة معينة. نعم يا مازن، وبقى جيم يا مس هيساوي نص ألف جيم وجذر 3. يعني ايه نص ألف جيم وجذر 3؟ يعني ايه؟ الدرع يا مس اللي هيبقى أنا ما اتكلمتش على ب جيم، أنا بتكلم دلوقتي على الضلع المقابل للزاوية 30، مش دي 30 درجة؟ الضلع المقابل ليها ده زود 30. تمام يا بيساوي مس. نص الوتر. طب طيب ما تعالوا نشوف المثال اللي هو جايبه لنا. إيه؟ أعرف إن شوفي الوتر هو مش سامعة يا حبيبة. الوتر يا مس، أعرف من هو اللي فوق. اللي هو الوتر بيبقى الضلع المقابل للزاوية اللي 90 درجة. ماشي يا حبيبة؟ تعالوا نشوف المثال ده، بيقول إذا كان المثلث، نعم لا هو صوت أصعب. ماشي، في المثلث أ ب استنى، ج قائم الزاوية في ب وقياس زاوية ج ب 30 درجة، فإن إيه؟ فإن الألف ب هيبقى نص ألف جيم. طيب لو الألف جيم كله ب 20 سنتي، ده كله ب 20 سنتي، يبقى الألف ب بكام؟ ب 10 سنتي، تمام. طيب بيقول إن المثلث إن فيه اللي فيه قياس زاوية ب 30، يبقى الزاوية التانية أكيد هتبقى بكام؟ ب 60، لأن أكيد مجموع الزاويتين دول هيبقوا ب 90 هما كمان، صح؟ يعني مش لو قياس ايه ب 30 يبقى التانية ب 60. ما هو المثلث قائم هو الزاوية وده ب 90 ومجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة 180. طيب لو أنا عندي دي ب 30، يبقى دي هتبقى بكام؟ 90 و30. 90 و30 كام؟ مش عارفة عشان هبقى بتيقنا، هيبقى بكام؟ يعني احنا المفروض ان احنا نجمع 90 و30 ونطرحهم على 180، فيطلع لنا العدد المتبقي، صح كده؟ بس في حاجة أسهل، في حاجة أسهل، مش ده ب 90؟ يبقى مجموع الزاويتين التانيين ب 90 برضو، لأن 90 و90 ب 180. فبدل ما تقول 90 و30 120، تقدر تطرح ال 120 ال 180 يطلع لك 60، فأنت لا تبقى عارفة إن الزاوية دي والزاوية دي متتامتان، متتامتان يعني مجموعهم ب 90 درجة. يعني لو واحدة 30 تبقى التانية بكام؟ لو 31 الثانية هيكون ب 60. ماشي، ب 60. المثلث ده اسمه مثلث تلاتيني ستيني، عشان لو اتذكرت قدامكم تبقوا عارفين يعني ايه مثلث تلاتيني ستيني. مثلث تلاتيني ستيني يعني ده مثلث قائم الزاوية وفيه زاوية فيه ب 30 والتانية ب 60، تمام لحد هنا؟ تعالوا بقى نحل عليها حاجة.
مس هو ليه مسموش 30 60 90؟ علشان مفروغ منه حتة ان هو 90 دوت مفروغ منه، ما هو الكلام دوت مش هيحصل الا اكيد اكيد في مسلسل 90 اكيد، صح ولا مش صح؟ صح. عمر ما الكلام ده هيحصل غير في مثلث، في مثلث 90 او مثلث قائم الزاوية. طيب يلا ميزو. نعم يا مدام. يلا مازن تعالى اشتغل معايا المسألة دي. نعم يا مدام. تمام يا مدام. مثلث ألف باء جيم مثلث فيه قياس زاوية ألف باء جيم تساوي 90 درجة، وقياس زاوية جيم تساوي 30 درجة، وألف جيم بتساوي 16 سنتيمتر، ولام منتصف ألف جيم أوجد طول كل من ألف باء وباء لام محيط ألف باء لام ألف باء لام. تمام تمام، واحدة 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 واحدة. أول حاجة عاوز طول إيه؟ طول ألف هو ب. عايز ألف ب هنجيبه إزاي؟ وإن يا مس المثلث ده فيه زاوية قايمة وزاوية 30، فالزاوية يا مس اللي هي زاوية ألف هتساوي 60 يا مس، فنعرف إن ده مثلث 30 اللي هو مثلث 30 و60 درجة. أنا مش عايز أقول بقى 30 الاسم 60. التاني ده طفولي. تمام هو ايه اللي طفولي؟ الاسم يا مس 30 60 ده يا مس. ده طفولي. طب هنعمل لهم ايه؟ بطلوا الرياضة، هم اللي حطوا اسمه كده. تمام يا مستر، فزاوية ألف باء هتساوي نص ضلع ألف باء هيساوي نص ضلع ألف جيم، فيساوي يا مستر هيساوي يا مستر سيدنا محمد 8 يا مستر 8 تمام سنتيمتر. تمام جبت ده بقى عندك ب 8 سنت. ها، وبه وبعدين عاوز ايه؟ بهلام. ضلع ألف بهلام ينصف الضلع ألف جيم إلى جزئين متساويين، فهو يا مستر متوسط، فالمتوسط هيساوي نصف طول الوتر هيساوي كمان 8، جدع. ها، يبقى كده وبعدين خلاص. وإن يا مس إن الضلع باء لام منصف نصف الضلع ألف جيم لزاويتين متساويتين، فألف لام هتساوي 8 ولام جيم هتساوي 8، فاحنا هنا ماشي. عايزين نحط المثلث ألف باء لام، هيبقى 8 و8 و8 يا مس هيبقى بيساوي 4 و6 34 24. جدع يا مس، شاطر شاطر والله، ممتاز ممتاز جدع. فاهمين زميلكم قال ايه؟ فاهمة يا حبيبة؟ ايوه يا مس. فاهمة يا إسراء؟ ميس رهوفة فاهمة؟ هو انا فهمت اخر المسألة، بس هو اولها انا ما استوعبتش قوي، بس انا يعني فهمت المسألة اولها ماشي اولها. ماشي. احنا دلوقتي لسه اخدين ان طول الضلع، طول الضلع المقابل لزاوية 30 في مثلث قائم الزاوية، يبقى الضلع ده بيساوي نص الوتر، صح؟ ميس حصل هو ولا ما الوتر حصلش؟ قد ايه؟ طب ولا ايه ايه الوتر قد ايه؟ الوتر هو جايبهولك ب 16، تمام. تمام؟ يعني كل ده الوتر. طيب يبقى الضلع اللي قدام زاوية 30 هيساوي ايه؟ ده هيساوي ايه؟ 30 هتساوي ايه؟ الضلع ده، الضلع ألف ب ألف ب. هيساوي ايه؟ ثانية، مش ثانية. ثلاثين هو يعني هو آخر واحد 16، وده 30 و90. امشي خطوة خطوة، يبقى الألف ب بكام؟ مش لحظة. الألف ب، مش الألف ب قصاد الزاوية هم 30 درجة، يبقى معنى كده إن الألف ب نص الوتر. يعني تمام. تمام، يبقى أنت كده جبت الإيه؟ الألف ب، تمام؟ ب 8. طيب وب لام، ب لام اللي هو ده، استني بس لما نمسح ده، ب لام اللي هو ده. طيب ب لام ده طالع من زاوية 90 درجة، واللام في منتصف ألف جيم، يعني معنى كده إن ال ب لام ده متوسط.
متوسط، يبقى طوله هيبقى قد ايه؟ دي اول نظريه خدناها النهارده لحصه النهارده، ان طول المتوسط اللي طالع من زاويه 90 درجه هيبقى نص الوتر، يعني 8، يعني 8 يعني أ ب 8 و ب ل ب 8، صح؟ بالظبط كده، ب 8. طيب وانت عندك الوتر ده اللام في المنتصف، يبقى أ لام بيساوي كام؟ أ لما هتساوي 8 و ل لما هتساوي 8. تمام كده، جبنا طول الثلاث أضلاع بتوع المثلث أ ب لام. لما نيجي نشوف محيطه هنعمل إيه؟ محيط أي مثلث مجموع أطوال أضلاعه الثلاثة. يعني اربعة تمانية 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 ولا ايه؟ أيوه، 8 زائد 8 زائد 8 هيدينا 24، بس كده. تمام تمام. تمام يا مس، تمام يا مس. طيب تعالوا نشوف كده ايه هو حله ازاي. بيقول في المثلث أ ب ج قائم الزاوية في ب وقياس زاوية ج ب 30، إذا الألف ب يساوي نص ألف ج بيساوي 8 سنتي. تمام 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 طيب، وبما ان الب لام متوسط في المثلث أ ب ج، الب لام متوسط في المثلث أ ب ج، يبقى الب لام هي كمان بتساوي نص أ ج بيساوي 8 سنتي. تمام تمام طيب، وهو قايل لنا اصلا ان اللام في منتصف أ ج، يبقى أ لام بيساوي نص أ ج بيساوي 8 سنتي. وبعدين إذا محيط المثلث أ ب ل بيساوي 8 زائد 8 زائد 8 بيساوي 24 سنتي. حلو الكلام؟ حلو. ماشي، نشوف إذا كان في حاجة تانية ولا لا. طيب احنا قدامنا 5 دقايق، ممكن نحل مثلا فيهم دي او كل واحد واحدة. يلا حنيقة، يلا حبيبة. نعم يا مس. ألف ألف جيم جيم هيساوي ثلاثة كام؟ ثلاثة كام؟ ثلاثة برافو برافو. يلا إسراء. هتبقى 30. سين عين، سين عين، استنى، رقم 2. تمام. سين عين اهي. طيب بص، قياسات الزوايا، الزاوية دي 60 صح؟ يبقى كام؟ نص صوتك عالي. بقول لك قياس زاوية عين ب 60 درجة، يبقى قياس زاوية سين بكام؟ ستين برضه ب 60 برضه. يا نهار اسود، ازاي كده؟ يا ميس، مش المفروض ان هي تكون صح كده 30؟ 30، انا سامعاها 60، هي دي 60 ولا 30؟ دي أول مرة هي خالص 60 قالت ولا الناس 30؟ 30. ما سمعتش والله، بس هي 30. ماشي أنا فكرت إن هي 30 غلط فمش عارفة. 30. طيب يعني معنى كده ان ده الضلع المقابل للزاوية 30 درجة صح؟ طب طيب مش الضلع المقابل ل 30 درجة بيبقى نص الوتر؟ أيوة. يبقى السين عين بكام؟ 30 سين 30 عين، برضه. نهار اسود، سين عين قصاد 60 يا عنب. مان. 60 مين يا جماعة؟ الطول، مش انتوا شايفين قدامكم ان صاد عين ب 5، 5 سنتي. ايوه. طيب ده 10 10. نص. ايوه صباح الفل، انا وصلنا. فكرت تمام، الكل تمام فاهمها. تمام يا مس. ماشي، مين اللي عليه الدور؟ رهف. تمام يا مس. يلا 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 يا ألف رهف. ألف جيمة تساوي ألف جيمة. المفروض إن باء دال لو هي في بتقسم بتاع ده نصين، فهو كده المفروض ألف
جيم كلها هتكون بتمانية صح؟ شطور شطور. طيب يلا مازن، هل آخر واحدة؟ نعم نعم يا مس، حللي رقم 5. حاضر يا مس. يلا، بهدال أول حاجة هتبقى بكام؟ 5 سنتيمتر يا مس، وألف ب تمام هتبقى 5 برضه يا مس، شاطر ومحيط ألف ب د هيبقى يا مس ب 15. شطور. بس كده لحد هنا بينتهي درس النهارده. فهمتوا الدرس يا شباب؟ ايوه هديكوا واجب، هديكوا واجب هبعتولكوا على الجروب. تمام ماشي تمام يا مان. ماشي ماشي. هدي الهوست لحد فيكم. خدي يا حبيبي. شكرا يا مان. ماشي. انا نسيت اقفل الريكورد. طب استني كده، ممكن تديني الهوست تاني؟ شكرا يا مان. تمام يا مان. قافل بس الريكورد.